ركنية سلموية في محاولة للضرب أكثر فأكثر، والآن للتمريرات واحدة واثنين في محاولة، ومقطوع الكرة من جمعة سعيد، تمريرا مرتدا لنادي الكويت، ومن فوق المدافعين عبد الهادي، خميس ركلة جزاء يا سادة، العميد ياخذ ركلة جزاء، يا الله يا العميد، الله يا العميد، يا العميد يا روعتك. سوف يسجل عميد، يا الله يا العميد فهد الهاجري، يا سلام، هدف اول للابيض الكويتاوي، يا سلام يا الابيض، ركلة جزاء وهدف اول لنادي الكويت. الان نادي الكويت سجل، خلاص يا العميد، ريح يا عميد، اضرب يا العميد، الله يا العميد. الان سوف يلعب براحة اكبر، بالراحة اكثر، جانب عناصر نادي الكويت الكويتي، نجوم كبار في هذا الدوري. والان 1-2، نايف زويد، نايف تمريرة الى الجهة الاخرى، والان فين العرضية الى عدي، يا ولد يا عدي، الله يا عدي الصيبي، جول جول سلماوي، السلمية يعودون وبهذه الكرة يسجلون، يا السلمية، الله يا السلمية.